هاي ويلكم اجين. العتبه في اللغه الانجليزيه، ماده اللغه الانجليزيه. انا ما نهضرش على العتبه في المواد الاخرى، نهضر على ماده اللغه الانجليزيه. العتبه دروس غادي يعني تنقلع، هي تندار ديروها مع الشيخ تاعكم وممكن غادي تنقلع. شوف لحد الان رسميا انا نقول فيها مازال ما جاتش حاجه رسميه تقول بلي كاين العتبه، يعني ماناش عارفين احنا الاساتذه ومازال ما عندناش حاجه رسميه وما على بالناش، ماناش عارفين اذا ممكن نكملوا، يعني نخدموا مر العيد نقروا نخدموا الى اخره، نقعدوا نقروا نكملوا نزيدوا ساعات اذا في، ماناش عارفين. يعني العتبه في اللغه الانجليزيه الدروس اللي درتوهم نصيحه مني لكم، ما تتكلوش على العتبه، ما تتكلوش عليها. علاه؟ باسكو كي تتكل عليها نفسيا غادي تثبط نفسيا، ما تقدرش تخدم. واش بيقلعوك هذا الدرس؟ ماكش واجد باش تريفيزي. يعني نقول لكم قلعوا من لسانكم العتبه، اي حاجه تاع الاستاذ تاعي نديها بعين الاعتبار، صحيح؟ لانه العتبه مثلا في اللغه الانجليزيه العتبه غادي تكون هذيك ممكن الوحده تاع فيلينغز اند ايموشنز اللي تنقلع. بصح الان سنه حاجه ما جاتش رسميه تثبت انه هذا فيلينغز اند ايموشنز غادي تنقلع. اوكي اوكي، ما فيهاش دروس كثيره تاع جراما قدرتوهم مع الاستاذ تاعكم، فيها حاجه بسيطه قليله هذيك وتندار، قادر يجي السوجي عليها، قادر يجي ريتن اكسبريشن عليها، ما تنقلعش. اوكي فوالا، دونك نبداو اي حاجه درناها مع الاستاذ تاعنا بعين الاعتبار، قراوها مليح درسوها مليح، حتى النهار اللي كنخرجت العتبه اكيد حنا غادي نجيو انونسو لكم ونقول لكم بلي فوالا كاين العتبه، فوالا الدرس الفلاني مشي داخل، فوالا الدرس الفلاني مشي داخل. مادام ما جات حاجه دونك ما تتبقوش الاحداث وراجعوا كل شيء درتوه مع الشيخ تاعكم. فوالا كان هذا كل شيء، بغيت هكا نعطيكم نصيحه على السريع باش ما تغلطوش هذه الغلطه، وباش ما تطيحوش في ديك البياج، يعني ديك البياج تاع ما تكش تريفيزي وكاع. بالعكس ريفيزي راجعوا كل شيء، بالعكس وهذاك الشيء ينفعك ديجا تا كيقلعوا لك يونت في يقلعوا لك يونت ولا حاجه، يعني كي تا كي تريفيزيها ديجا تنفعك ايضا في اليونت الاخرين. So if you have questions leave them in the comment section, I will soon answer them. Thank you very much for watching me guys, so see you on my next video.